قناة السادة المشاهدين ضمن حلقة إنتاج تقاوي بطاطس مصرية. عاوز أقول لكم إن مفيش تقاوي بطاطس بدون حفظ، يعني مفيش تقاوي بطاطس بدون تبريد. عشان كده كان لازم أشوف الحلقة الأخيرة في إنتاج تقاوي البطاطس المصرية. يسعدني اليوم أن ألتقي بصاحب ومدير أكبر مجمع لتخزين البطاطس في مصر وتحديدا في مركز العياط. يسعدني أن ألتقي اليوم النائب الناجح أخيرا في البرلمان المصري، هو الأستاذ نادر عبدو صديق الخبير صاحب هذا المجمع. أهلا بحضرتك يا فندم. أولا مبروك الفوز الكاسح في انتخابات البرلمان. ألف شكر. شكر حضرتك. بصفتك صاحب أكبر مجمع فعلا وأنا لفيت وشفته لحفظ البطاطس بشكل عام، ما رأيك في تجربة إنتاج تقاوي بطاطس مصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع إنتاج تقاوي بطاطس مصرية مشروع مهم 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 للغاية. أولا مهم للدولة، هيوفر عملة صعبة. حضرتك لا تعلم كم أو حجم الأموال بالعملة الصعبة اللي بتدفع. لا أعلم. 1.6 مليار دولار سنويا الاستيراد البطاطس، تقاوي البطاطس. تقاوي البطاطس نعم. التجربة بتاع التقاوي المصرية إن شاء الله هتكون تجربة بتوفر على الدولة يعني ما لا يقل على 2 مليار دولار في السنة. تاني حاجة، التقاوي المصرية هتتناسب مع المناخ والتربة المصرية، بتراعي الظروف، بتراعي ظروف المناخ عندنا، بتراعي الأمراض المنتشرة في مصر، فيها مراقبة وزارة الزراعة. مفيش خطوة تخطيها التقاوي المصرية إلا في مراقبة صارمة من وزارة الزراعة على التقاوي المصرية. إحنا التقاوي المصرية اتجربت عندنا ما شاء الله تجربة مبشرة بالخير وبالنجاح والإنتاجية. حط تحت الإنتاجية ده 10 خطوط. طبعا لأنه الفلاح مش هيؤمن إلا إذا كانت الإنتاجية على الأقل كويسة. الإنتاجية ودرجة الجودة. الإنتاجية ودرجة الجودة. الجودة بتاعتها ما شاء الله. أنا شفت التجربة اللي دخلت عندنا التلاجات السنة دي من البطاطس بتاع شركة أجروستار، تجربة مبشرة بالخير، ولازم الدولة تقف وراء تجربة البطاطس التقاوي المصرية بكل قوة. هتوفر لنا عملة صعبة، هتوفر لنا إن إحنا ما تخشش عندنا بطاطس تقاوي مجهولة المصدر، مش عارفينها من أنهي جيل، من أنهي مصدر، من أنهي دولة فيها. يعني أنا يعني كنت بشوف إن التقاوي بتيجي فيها أمراض وبتخش وتيجي تتزرع وفي المناطق عندنا وتيجي في الإنتاجية إنتاجية سيئة، لكن التقاوي المصرية تجربة مبشرة مبشرة مبشرة. وإحنا أنا من موقع هذا بشكر شركة أجروستار على هذه النخاض التجربة، وتحمل على عاتقه انه يغامر ويستثمر في انتاج التقاوي المصرية لخدمة الزراعة المصرية. حضرتك الكباستي او سعة التلاجات هنا عندك المجمع كم الف طن؟ احنا عندنا بنتراوح في حدود التلاجات هنا في العياط او في العاشر بتتراوح الكباستي عندي من حوالي 200 الف طن. 200 الف طن، منهم كمية تقاوي كتيرة اكيد جدا من اللي هو الكسر المستورد اللي بنسميه بعد كده خلاص بقى كسر محلي، يعني مستورد وكسرناه علشان نزرعه في العروه الشتوي ان شاء الله من الصيف. ايه قارنت بين المنتج المحلي اللي انتجناه السنه دي اللي هو ينزل السوق من شركه اجرو ستارز مع التقاوي الفلاحين عينينها عندك علشان يزرعوها لل قارنا احنا عندنا حوالي 50 الف طن تقاوي، بنشتغل في التقاوي في حدود 50 الف طن. عندنا الشركات برضو في شركه رائده، شركة شيبسي اشتغلت في مشروع التقاوي ولقينا ان المشروع بتاعها في انتاج التقاوي المصرية مبشر بالخير. فرق شاسع بين التقاوي اللي بتشتغل فيها في التقاوي المصرية ان كانت شركة اجرو ستار او شركة شيبسي، فرق شاسع في الاحجام، في النوعية، في عدد الدرانات. كل ده تجربة التقاوي المصرية تجربة مبشرة. فرق شاسع بينها وبين التقاوي قصر المستورد، فرق شاسع جدا في خصوصا في الانتاجيه والصنف في حاجات تانية. يعني الفلاح
مش برضو مش متخصص فيها قوي، اللي هي الصلابه، نسبه السكر، كل ده التقاوي المصريه متلافيه هذه العيوب اللي بتظهر في التقاوي اللي جاي كسر المستورد. يعني لما انا بطلع شكار التقاوي من المصريه بعد الفتره اللي قعدتها في الثلاجه مقارنه بشكاره التقاوي الكسر اللي هي من المستورد اللي عندك في الثلاجه وطالعه في نفس الوقت، بتشوف دي اجود من دي؟ تجربه التقاوي المصريه اجود من كسر المستورد، اجود بمراحل، مش حاجه متقاربه. لا لا، لا تجامل حضرتك وزاره الزراعه، بما اننا قناه تابعه لوزاره الزراعه لا تجاملها. قول لي الرقابه كافيه؟ الرقابه بتاعت وزاره الزراعه على عنابر التقاوي عندك؟ الرقابه مستمره 24 ساعه، انا عندي مهندس زراعه من وزاره الزراعه مقيم في الثلاجه. مش مهندس يعني، لازم يكون مهندس مقيم بيراقب درجة الحرارة، درجة الرطوبة، كل حاجة، البطاطساية، درجة جودة البطاطس، أمراض البطاطس، الفحص، الرقابة، الفرز، كل حاجة. وزارة الزراعة كل خطوة بتخطيها البطاطس وزارة الزراعة شريك أساسي فيها. ده فيما يخص التقاوي. فيما يخص التقاوي. لأنها طبعًا واخدة بطاقة تقاوي معتمدة. كل أي خطوة تخطيها حباية التقاوي البطاطس المصرية وزارة الزراعة شريك أساسي فيه. أنا بشكر سيادتك يا سيادة النائب، بما أنك أصبحت نائب في البرلمان، وبقول لك مبروك مرة تانية، لكن أرجوك أنك أنت تحمل على عاتقك أيضا أن تناقش دعم كل البحوث وكل الجهود الرامية إلى إنتاج تقاوي مصرية. مصر النهاردة الحمد لله دخلت في مشروع قومي لإنتاج تقاوي الخضر، وده عندنا من معهد بحوث البساتين في مركز البحوث الزراعية. نتمنى أن يسير برنامج إنتاج تقاوي البطاطس المصرية على نفس الخطى، ونحقق ما نصب إليه في ظل قيادتنا السياسية الرشيدة، اللي هي إن شاء الله بتستهدف سد الفجوة في بين الاستهلاك والاستيراد. أنا كنائب عن دائرة البدرشين والعياط، وانتم تعلموا كلكم من دائرة البدرشين والعياط دائرة زراعية من الدرجة الأولى، هتلقاني داعم أساسي لكل حاجة تخدم الزراعة في مصر، لأن دائرتي دائرة زراعية من الدرجة الأولى. بشكر حضرتك. أنا في خدمة الفلاح وفي خدمة الزراعة، في أي حاجة تخدم الزراعة المصرية هتلقاني داعم وشريك أساسي فيها. بشكر حضرتك سيادة النائب. شكرين. السلام عليكم. السادة المشاهدين، مسك الختام باقي فقرة بسيطة جدا مع فارس هذه الحلقة وفارس هذا الجهد العظيم، المهندس ثاني العطار، رئيس مجلس إدارة وصاحب شركة أجرو ستارز اللي احنا بصدد تجربته اليوم. خليكم معانا. زي ما قلت لكم، فارس هذه الحلقة هو المهندس ثاني العطار، رئيس مجلس إدارة أو صاحب شركة أجرو ستارز اللي أخذت على عاتقها إنتاج تقاوي بطاطس مصرية. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أول حضرتك اديني خلفية عنك، من أنت؟ أنا مهندس زراعي خريج جامعة قناة السويس سنة 97، ومن بعد التخرج إلى يومنا هذا شغال في البطاطس فقط، تخصص بطاطس مقلي ومشوي، كل حاجه كل انواع البطاطس عدت عليا. اشتغلت في مصر واشتغلت في السعوديه برضو بطاطس، منين ما تروح البطاطس هتلاقيني معاك. طب ايه اللي دخل في دماغك فكره انتاج تقاوي؟ ده اصعب حلقه من الحلقات، يعني كنت تزرع، تصدر، تشتغل وسيط، تستورد تقاوي، تتاجر في التقاوي، انما انتاج تقاوي وهو التحدي الاكبر في مصر. الحقيقه الفكره بدات في شركه شيبسي، كنا بنحاول ندخل أصناف جديدة وبنجيبها من دول غير مسموح استيراد التقاوي منها، فاضطرينا نجيبها ميني تيوبر خالية تماما من الأمراض اللي هي التقاوي الصغيرة ناتج زراعة الأنسجة، فاضطرينا نجيبها ميني تيوبر عشان نقدر ندخل الصنف في مصر. وفي خلال تجاربنا لإن احنا ندخل الصنف ده مصر، درست إزاي مراحل الإنتاج بتاعة التقاوي
وايه العائد الاقتصادي بتاعها وايه تكلفتها وهتعود على الشركة بايه وهتعود على البلد بايه. وبالتالي تحول الموضوع من ان انا بختبر صنف لان احنا خلاص هننتج تقاوي البطاطس. وفعلا الشركة اقتنعت بالفكرة ورصدت ميزانية محترمة جدا ليها. واقدر اقول لك انه شيبسي دلوقتي عندها نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي لحاجاتها من تقاوي البطاطس من المشروع الخاص بها لانتاجها هي. مظبوط. انما شيبسي بتاخد معظم شغلات تجاري كمان لسه من الفلاحين. ما هو الفلاحين بياخدوا من تقاوي شيبسي. بياخدوا من تقاوي شيبسي كمان. طبعا. طبعا. يعني اعتقد انه من انجح مشاريع الزراعات التعاقديه حول العالم. طبعا. اعتقد ذلك. فبدات الفكره بس اللي شجعني ان انا اعمل الفكره دي بره شيبسي انه اولا الفكره نجحت جوه شيبسي نجاح باهر. وبقت التقاوي بتاعت شيبسي جوه السوق بتاع التقاوي علامه مميزه والمزارع بيدور عليها لدرجه انها ليها سعر مميز كمان. تقاوي شيبسي طبعا. اذا انت بنيت نجاحك على تجربه سابقه. انا ما قمتش منهم كده قلت انا هنتج تقاوي. لا طبعا. بعد كده لانه شيبسي متخصصه في اصناف التصنيع بس ودي نسبتها جوه السوق المصري نسبه بسيطه. فجات الفكرة ان انا اعمل المشروع الخاص بي انا شركتي مع طبعا شركة وناس داعمين وناس بيشجعوا الفكرة في كل المجالات. انت حضرتك اكيد قعدت مع الحاج نادر ده صاحب اكبر صرح وشفت حماسه للفكرة قد ايه. جوه وزارة الزراعة لقيت ناس حماسها للفكرة غير عادي. فكنت متوقع بما انه الفكرة نجحت جوه شيبسي ان شاء الله تنجح بره شيبسي في اصناف كمان المائدة والتصدير. فيبقى عندنا الاصناف التصنيع واصناف المائده اصناف التصدير نقدر ننوع في الاصناف المختلفه ونوفر للمزارع المصري بمختلف اتجاهاته الاصناف اللي هو متعود عليها بس بجوده اعلى وبسعر اقل. المزارع المصري لا يشكو طوال الحلقات اللي عملتها عن البطاطس وزراعات البطاطس لا يشكو الا من ارتفاع تقاوي البطاطس. ايه اللي انت هتقدمه في الحته دي بالذات الدايره دي بالذات سعر تقاوي البطاطس والانتاجيه بتاعتها. ما هو ما تدينيش سعر تقاوي قليل وانتاجيه مضروبه هنا عملت ايه؟ خليني اقول لك انا من خبرتي في السوق المصري اكتر من 20 سنه التقاوي ليها او مجال البطاطس في مصر بجناحين. الجناح الاولاني هو الشركات والجناح الثاني هو صغار المزارعين. الشركات عندها ميزة انه عندها الفريق الفني بتاعها اللي تقدر تناقشهم بشكل علمي وتوصل لنتائج يقتنع بها الطرفين ببساطة. فلما بدأنا نسوق وعندنا منتج السنة دي ما كانش صعب بالنسبة لي ان انا اقنع الشركات بالمنتج الجديد. وبالفعل سوقنا جزء كبير من التقاوي اللي نازلة السوق السنة دي للشركات سواء كانت شركة نافيجيتور ودي شركه مزرعتها في شارع العوينات. بالظبط. شركه اماراتيه. بالظبط. اخذوا كميه كبيره من صنف سبونتا وسوقنا كمان لشركه رايت فود صنف الليدي روزيتا. رايت فود دول تصنيع المنتج بتاعهم موجود في السوق واخذوا صنف الليدي روزيتا. فموضوع الشركات كان بالنسبه لي سهل لانه كمان انا خبرتي في فتره ال 20 سنه دي كانت اغلبها مع الشركات فكان علاقتي بيهم كويسه وهم جربوا كمان التقاوي اللي طلعت من شيبسي فكان الموضوع سهل. الجزء الثاني الجناح الثاني صغار المزارعين. والحقيقه صغار المزارعين في بلدنا محتاجين اهتمام اكبر من كده بكتير. ليه؟ لانه السوق المحلي بيعتمد عليهم. زرعه البطاطس بالنسبه لهم دلوقتي بقت هي الزرعه الرئيسيه اللي فاتحه بيته طول السنه فهي دي الزرعه اللي بيجوز عليها ابنه واللي بيجهز بيها بنته. بالظبط كده. وزرعه تكلفتها عاليه والريسك بتاعها عالي مخاطرها كتير 50,000 جنيه للفدان. بالظبط. ضربوا كام العروتين السنتين اللي فاتوا. بالظبط. فالحقيقه درسنا برضو السوق درسنا المناطق المختلفه اللي فيها تجمعات لزراعات البطاطس وايه مشاكل المزارعين في المناطق دي وبدانا نقدم ليها حلول. اعتقد شركه دلتكس كمان يا باشمهندس بتنتج تقاوي مصريه لنفسها. طبعا طبعا. طبعا تجربتها ناجحه. طبعا طبعا. بس دالتكس متخصصين اكتر في التصدير. يعني مجالهم الاكبر للتصدير. لما درسنا المشاكل المزارع ايه وازاي ندخل للمزارع ونقدم له المنتج الجديد دون لقينا من اهم مشاكله
ارتفاع سعر التقاوي وده دايما بيشتكوا منه. ثانيا انخفاض جودة التقاوي المستوردة. وخلينا نقول مش انخفاض، تذبذب. يعني تشتري العلامة التجارية دي السنة دي تطلع كويسة، تشتري العلامة التجارية نفس العلامة التجارية السنة اللي بعدها تطلع فيها مشاكل. والحقيقة الموضوع مرتبط بظروف الجو في أوروبا، لأنه في أمراض كتير جدا مرتبطة بطبيعة التربة ومرتبطة بظروف الجوية. وخليني أقول لك معلومة، أن أوروبا كلها بتعتمد على مية المطر، وفي أمراض كتير جدا مرتبطة بكفاءة الري، وبما أنه ما بيرويش أصلا فهو معتمد على الأمطار. فالسنين اللي فيها جفاف عنده مشاكل في جودة التقاوي، والسنين اللي فيها ري مطر غزير برضو عنده مشاكل في جودة التقاوي. فهو برضو مش هيقدر يتحكم فيها، بيفرز على قد ما يقدر، لكن في النهاية هو ده المصدر الوحيد لمصر علشان تجيب منه تقاوي. احنا غير مسموح لمصر بانها تستورد تقاوي بطاطس غير من دول اوروبا، واوروبا الدول السوق الاوروبيه كمان، يعني اوروبا الشرقيه ما بنستوردش منها. فهو مش قادر يتحكم في صفات الجوده عنده عشان بيعتمد على الامطار في الري، وانا مضطر اخد المنتج بتاعه لانه ما عنديش بديل. فمن هنا حصل اختراق لهذا الحاجز، مستند على تجربه شيبس مظبوط ودلتكس في انتاج تقاوي مصريه نجحت في الانتاجيه والسعر المنخفض. مظبوط. احنا عشان ما نكتفيش بالشركات وبس، زي ما قلت لحضرتك درسنا السوق بتاع الصغار المزارعين، وقلنا المشاكل بتاعته السعر العالي والجوده المتذبذبه، وهو بياخد الشكاره مقفوله ما هوش عارف ايه اللي جواها. زي ما بتطلع بيزرع، هو معتمد على العلامه التجاريه بس، هو تعود انه بيزرع بالشكاره دي هيروح يدور عليها وياخدها ويزرع منها وبس. مره تطلع كويسه ومره تطلع فيها مشاكل، هو نصيبه. المشكله اللي برضو لازم يبقى فيها متابعه من الدوله، وده من يعني بنستغل البرنامج ده، انه لازم يبقى فيه متابعه لنقطه كميه التقاوي المستورده اللي تدخل مصر كل سنه. لانه لو التقاوي كميتها جت قليله سعرها هيزيد والفلاح يبقى خسران، ولو التقاوي جت كميتها كتير واتزرعت كلها، وطبعا بتتزرع كلها، العرض يبقى اكتر من الطلب في المحصول، فبالتالي سعر المحصول بتاع الفلاح ينزل والفلاح يبقى خسران. ولغايه دلوقتي مفيش ضابط، يعني مفيش كنترول خالص على كميه التقاوي اللي بتدخل مصر. اعتقد في حاجه تانية، ان في كل من هب ودب، انا بحترم الشركات الكبيره طبعا اللي بتشتغل في مجال استيراد تقاوي البطاطس من زمان، وهي شركات لها سمعه ولها اسم وبتحافظ على كيانها وعلى رساميلها وسمعتها. انما في اعتقد في ناس طلعوا كده، اي واحد معاه بطاقه ضريبيه او سجل تجاري واستيراد، ما يروح يستورد تقاوي بطاطس ويروح يلم من السوق، ودي مشكله تانية ظهرت في اخر خمس صحيح سنين. صحيح انا عندي صمامات امان قويه ما اقدرش اتكلم فيها، الحجر الزراعي عندي مع بحوث امراض النباتات موجود، ما فيش حاجه، لكن يعني خليني اقول لك بعض الاخطاء. الوضع على ارض الواقع شكله ايه؟ عندنا نوعين من مستوردين تقاوي البطاطس المستورده. شركات بتبقى وكلاء لشركات محترمه كبيره في اوروبا بتحافظ على سمعتها وعندها اختبارات الجوده وعندها الطريقه اللي تقدر تحافظ بيها على سمعتها واصنافها، وعندنا ناس بيروحوا يجيبوا ماركات خاصه بيهم هم من اوروبا، يعني الشركه بتستورد باسمها هي من اوروبا، الشركه الطباعه بتاعه اللي على الشكاره او العلامه التجاريه اللي على الشكاره خاصه بالشركه المصريه هنا وليس بشركه اجنبيه. بالظبط كده. فهو بيروح يتعاقد مع مزارعين هناك يعبوا له في الشكاره بتاعته هو ويستوردها من بره وينزلها السوق. فعندك نوعين، نوع عليه رقابه من اوروبا من هناك من الشركه صاحبه التقاوي هناك، فدول عايزين يبقوا موجودين في السوق ويحافظوا على اسمهم لانه ليه علامه تجاريه بقى لها سنين عايز يحافظ عليها. ونوع تاني بيروح يعبي في شكارته هو من بره من عند المزارعين، يتعاقد مع المزارعين مباشر. الرقابة بتاعة الحجر الزراعي بتعتمد على عينة بيسحبها من كل لط، العينة بتبين الجودة بتاعة البطاطس بس ما بتبينش كل البطاطس اللي جوه الشكاير. فانت خدت عينة واعتمدت على انك العينة دي ممثلة للط، بس ده مش دايما بيبقى مظبوط. ده النقطة الأولانية. النقطة التانية ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الأمراض الفيروسية في التقاوي المستوردة اللي بتيجي من أوروبا ومفيش عليها اي رقابه، رغم ان القرار الوزاري اللي بيطلع كل سنه من وزير الزراعه راسا بيحدد نسب الامراض المسموح دخولها في الرتب المختلفه مصر، الا انه بنعتمد على الفحص الظاهري فقط، والامراض الفيروسيه
لا تظهر بفحص الظاهري، لكن احنا بنعتمد على شهادة المنشأ المصاحبة للصنف اللي جاي من بره انها خالية من الامراض الفيروسية. ورغم الشهادة اللي بتقول انها خالية الا انه الحجر الزراعي كل سنة بيرفض لطاط جاي معاها الورق ده وجاي معاها الشهادات دي، وده بيثبت ان الحجر الزراعي صمام امان. مظبوط طبعا. نعم طبعا. بس فيما يخص الامراض الفيروسية محتاجين انه الحجر الزراعي يضيف تحليل معملي للامراض الفيروسية، لانه الامراض الفيروسية لا تظهر بالفحص الظاهري. يعني ينفعش اشوف البطاطسية كده اقول دي مصابة بالفيروس ولا سليمة، لازم احللها. نهاية، انت كشركة خاصة متخصصة في انتاج تقاوي البطاطس المصرية، وده اهم تقاوي عندنا في مصر، ضمانك ايه للمزارع اللي يزرع التقاوي بتاعتك ويضار؟ اولا احنا مسؤولين عن التقاوي من اول ما تطلع من مخازننا لغاية لما المحصول بتاعها هيطلع عند المزارع. وأقول لك عاملين المسؤولية دي إزاي. المسؤولية مش كلام، المسؤولية فعل. أولا اسم شركتي موجود على البطاقة اللي وزارة الزراعة بتطبعها وتحطها على كل شكار، ومش بس اسم الشركة، واتزرعت في أنهي محافظة واتخزنت في أنهي تلاجة، وتاريخ التقاوي المنتجة التقاوي المصرية اللي أنا بنتجها موجود من أول لحظة، من أول ثانية لغايه لما المزارع يستلمها مني. بين اول ثانيه واخر ثانيه في دعم فني وفي ارشاد. اقول لحضرتك احنا عاملين فريق دعم فني، علشان اسهل شماعه لتعليق فشل الزراعه هو ان التقاوي كانت وحشه طبعا، واحنا مش عايزين نوصل للنقطه دي. احنا بنقول ان احنا مع المزارع اللي هياخد مننا التقاوي من اول ما يستلم التقاوي لغايه لما محصوله يطلع. هنقول له يروي ازاي، هنقول له يسمد ازاي، هنقول له يرش يكافح الامراض ازاي، هنقول له يخرط ازاي، بما انه التخريط بقى حاجه خلاص يعني لازم نعترف بيها انه الفلاح لازم يعمل كده عشان يوفر على نفسه تكلفه التقاوي، بحيث ان ربنا في الاخر يوفقنا كلنا والفلاح يطلع كسبان وبانتاجيه عاليه، وبعد السنه اللي بعدها يجي ياخد مننا نفس الشكاره بتاعتنا، نفس التقاوي المصريه بتاعتنا. أتمنى ذلك. حظك أنك اخترت أنك تكون مسك الختام وآخر الحلقة، فقرتنا أو حلقتنا كده انتهت. لكن أنا أقول لحضرتك وأقول للسادة المشاهدين حاجة واحدة، طول ما أنت بتحاول تختصر في التقاوي أنت في خطر. تقاوي البطاطس بالذات زي ما الفلاح بيقول لازم العين تكون معاها قطعة سمينة. سمينة يعني إيه؟ هو ده الغذاء بتاع البرعم اللي هيطلع لحد ما يطلع العشرين أو 25 أو 30 سنتي من تحت الارض لوش الارض علشان يشوف الشمس ويبدا ياكل لوحده. بوصيك مش لازم تقطع البطاطسايه لعدد العيون، وما دام سعر التقاوي المصريه هينزل لمستوى 12000 و14000 بدل 25 و30 و55 يبقى انت في امان، مع انك تختار صح وتخرط صح. كمان في حاجه، وزاره الزراعه فيها لجان علميه ومحاكم علميه محكمه تفصل بينك كمزارع وبينك كشركة إنتاج تقاوي أو شركة استيراد تقاوي، ويا رب كلنا نجلي الخير في هذا البلد الأمين. بشكر حضرتك يا باشمهندس، وبشكرك على جهودك الجبارة دي، وبشكر فريق شركتك اللي أنا معرفوش. أتمنى إن شاء الله إن أنا أقابلك السنة الجاية تقول لي بدل ما كنت أنتجت 1000 طن لأنا أنتجت 10000 طن. شكرا جزيلا. حضرات السادة المشاهدين شفتوا الحلقة، أنا فخور جدا بأننا قدام منتج مصري 100%. أتمنى أن يزيد وأتمنى أن يعم كل القطاعات، وتصبحون على ألف خير. نلتقيكم في الأسبوع المقبل.